انا اسمي رحمه خالد، عندي 22 سنه، انا بطله رياضيه، انا عندي اكتر من 170 ميداليه منهم 7 دوليين. اتضميت لاسره 8 الصبح في دي ام سي، وانا طبعا سعيده جدا بوجودي هنا، وان انا عملت اول حلقه على الهواء مع رامي رضوان ويايا جمال الدين. انا سعيده جدا وفخوره جدا، انا حاسه ان انا عملت حاجه بغير نظره المجتمع تجاه ذوي القدرات الخاصه. والله ده كان حلمي بقاله 8 سنين، يعني كان عندي 14 سنه. دايما بابا بتقول لي انت يا رحمه هتحققي حلمك. لما بشوف نفسي ببقى سعيده جدا ان انا عملت كده، وان انا عرفت اغير نظره المجتمع. كنت حاسه ان انا هنجح في الحوار معاها. طبعا ده اداني ثقه بالنفس، وطبعا اداني خبره كتير. الاول خالص اتصلوا بينا في اول يناير، وقالوا ان انا هبقى مذيعه في دي ام سي. قضينا العقد، وبعد كده عملت اول حلقه مع رامي رضوان. كنت سعيده جدا وقتها، كنت فخوره جدا، ولحد دلوقتي لسه مبسوطه، وحسيت ان انا فعلا عرفت اغير وجهه نظر المجتمع. لا كان حلم صعب جدا، لا ما كنتش متوقعه، لاني شايفه ان في برضو نظره من المجتمع على راي رحمه عايزه تتغير، ما فيش ايمان بالقدرات، فان انا الاقي ناس متفتحه وناس فاهمه وناس قادره تعمل ده، ورحمه قدرت تبقى في حجم المسؤوليه دي وتلتزم، كل ده فوق الخيال بصراحه. انا فخوره وخايفه وكان انا اللي طالعه اقدم، وبتمنى النجاح لكل الناس، وطبعا اولهم رحمه. رد افعال الناس النهارده، اول ما خلصنا الحلقه الناس كلها نفسها تتصور معايا، وكله كان مبسوط. على السوشيال ميديا التنمر طبعا حاجه مش كويسه، بس لقيت ناس بتكتب حاجات غريبه، اشمعنى رحمه طلعت مذيعه، اشمعنى رحمه بتعمل حاجه، ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ لا انا الحمد لله ثقتي بنفسي دي عملت حلقه كويسه. التنمر دي حاجه مأساه. اهم قضيه قضيتنا اللي هي ذوي القدرات الخاصه، ان احنا نشيل كلمه متخلف للقاموس، وان احنا ابطال زي بعض.